بسم الله الرحمن الرحيم. من قال إن رمضان شهر كسل؟ من قال إن رمضان هو الشهر الذي ينصرف فيه الإنسان كلية إلى رغائب الآخرة ويتخلى عن الدنيا؟ في الواقع ليست هذه مقاصد الصيام كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهر رمضان شهر عمل وعطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شهر رمضان في حياته أبدا شهر خمول ونوم وكسل. في شهر رمضان كانت وقعة بدر الكبرى أعظم أيام الإسلام، في شهر رمضان أيضا كانت غزوة فتح مكة أعظم أيام الفتح الأعظم. في يوم فتح مكة كان يوم عطاء ويوم عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على رأس أصحابه في هذا العطاء. في شهر رمضان أيضا كان الموعد السنوي لإعادة أرشيف المعرفة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يراجعني بالقرآن في كل سنة في شهر رمضان. كان دائما موعدا لمراجعة المعرفة، لتدوين كل الوثائق التي تحتاجها الأمة، لإعادة برمجة تاريخ الأمة وثقافتها. الموعد هو شهر رمضان. في شهر رمضان موعد التكافل مع الفقراء، الشهر الذي يدخر فيه الفقير مؤونة سنة كاملة من حاجته التي يحتاجها. كان ذلك كله يتم في شهر رمضان. في شهر رمضان كانت توصل الأرحام، كانت مناسبة ليقوم المسلم، وهذا أيضا مطلوب منا، أن تقوم بكتابة كل أقاربك، كتابة كل أرحامك، وأن تبحث عن كل ذي رحم. هناك أشخاص كثيرين، هناك إخوة، هناك أخوال، خالات، عمات ربما لم تتصل بها من 6 أشهر. رمضان هو الموسم لتحقيق ذلك التواصل كله. لم يكن أبدا رمضان شهر خمول وكسل. هناك بعض الأنظمة التي تعادي في الواقع القيم الإسلامية جعلت تروج لذلك ومنعت الصيام. هناك أنظمة وللأسف بعضها كان عربيا منع الصيام على الناس، لأن هذا الشهر يجب أن يكون شهر عطاء وشهر اقتصاد، وكأن العطاء يمنع في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لبعض الصحابة الذين ظنوا هذه الظنون، والذين أخذوا في شهر رمضان إجازة من كل عمل، والذين انصرفوا بالكلية إلى العبادات والنسك والزهادة. قال صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام، الإسلام عمل وعطاء. عندما قام 4 من الصحابة، أبو ذر الغفاري وعلي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون وأبو الدرداء، اجتمعوا، قال: فتذاكروا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في الواقع يقوم، ولكن ينام أيضا ويصوم ويفطر أيضا. قال بعضهم لبعض: هذا رسول الله وهو على حال من القرب والإيناس بالله عز وجل، وأين نحن من رسول الله؟ لذلك لابد أن نفعل شيئا، لازم نعمل شيء أكثر مما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ننجو يوم القيامة. قال أولهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. وقال الرابع: أنا لن آكل اللحم أبدا. لقد ظنوا بهذه الأشكال من تعذيب النفس والإعراض عن المباحات والإعراض عن النعم التي وفرها الله عز وجل للإنسان في الحياة، ظنوا أنهم بذلك يكونون أكثر إلى الله قربا. ماذا كان الجواب؟ علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر القوم. كمان جميل نعرف كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة ذهبوا إلى دار أبي الدرداء ليزوروه، فلم يجدوا أبا الدرداء ورأوا امرأته في ثياب رثة. قالوا: لماذا تلبسين هذه الثياب؟ ليه؟ يعني ليه لباسك لا يليق؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا أرب له في الدنيا، رجل زاهد. الصحابة أعجبوا بأبي الدرداء وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أبو الدرداء وعلي بن أبي طالب وأبو ذر عثمان بن مضعون تركوا الدنيا واشتغلوا بالعبادة، وزوجة أبي الدرداء تلبس ثيابا رثة.
قال صلى الله عليه وسلم: لقد شكت إليكم زوجها. بكل أدب كانت في الواقع تشكو زوجها. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: أيها الناس، ما بال أقوام يقول أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، ويقول الآخر أنا أقوم ولا أنام، ويقول الثالث أنا لا أتزوج النساء، ويقول الرابع أنا لا أكل اللحم. أيها الناس، إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا، ولكنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم والطيبات، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظوا يا إخوان، إذن لم يكن شهر رمضان مناسبة للكسل والخمول، كان مناسبة للعمل والعطاء. في شهر رمضان نكتشف زمان لم نكن نعرفه من قبل. في حياة الإنسان عادة هذا الهزيع الأخير من الليل هو ساعات نوم، في رمضان هو ساعات يقظة، ساعات عبادة وطاعة وقيام ليل وسحور وصلاة الفجر. هذا الهزيع من الليل هذه خبرة جديدة، كثير من الأحيان ينساها الإنسان في غمار مشاغله. رمضان يذكرك بهذا الجانب من اليوم. رمضان يجمع الناس على المائدة، لم تكن هذه المائدة لتتوفر لولا رمضان، يجتمع الناس عليها. حتى خبراء الفن انتبهوا لذلك وجعلوا أهم البرامج هي تلك التي تقدم على مائدة رمضان، لأن رمضان نجح بالفعل في أن يصمم للناس أياما مختلفة من العطاء ومن العمل وليس من الكسل. أيام رسول الله المجيدة كانت في رمضان. وعندما أتحدث عن بعض الأنظمة التي منعت الناس من الصوم بحجة أنه يؤثر على العمل، فذلك لأن هذه التطبيقات السلبية هي التي كانت وراء هذه النظرة. أبدا، رمضان شهر عمل وشهر عطاء وشهر تغيير في سلوك الإنسان. في كل حياة المجتمعات، كل الإدارات الناجحة لديها دورات إعادة تأهيل لأعضائها. يخرجون عن البرنامج التقليدي الروتيني في السنة مرة، يخرجون إلى دورات خاصة، إلى أعمال مكثفة. هذا بالضبط ما يقوم به شهر رمضان. أبو بكر عطية الأندلسي كان يقول: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غضي، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت يوما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. كمان أحمد شوقي له أبيات جميلة يقول: يا مديم الصوم في الشهر الكريم، صم عن الغيبة يوما والنميم. له أيضا أبيات يقول: وصل صلاة من يرجو ويخشى، وقبل الصوم صم عن كل فحشة. هذا كله في الواقع من مدرسة رمضان التي يستعد لها الناس بالإقبال على الله عز وجل، وفي الوقت نفسه أيضا بالإحساس أنها أيام عمل وأيام عطاء. ما يحصل هو أن كثيرا من الناس في الواقع لا يدركون هذا الفتح الذي فتحه رمضان من صباح اليوم، من جعل اليوم الرمضاني هو يوم عمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بورك لأمتي في بكورها. بكور رمضان هو أفضل أوقات العمل، أفضل أوقات السعي. الآن عندما نرى الأمم الحية هي تلك الأمم المتوثبة التي تذهب إلى الأعمال عند الصباح في البكور، في الساعة الخامسة صباحا تجد الأمم الحية تمشي في الطرقات كأنها الجراد تذهب إلى أعمالها. رمضان يريد أن تكون الحياة هكذا، ولذلك يبدأ نهاره يعني عند صلاة الفجر في رمضان بالسحور بصلاة الفجر، ثم بالانطلاق إلى العمل. للأسف ما يحصل في كثير من بلدان المسلمين أن الصائمين يسهرون الليل كله، يسهرون الليل كله على ربما على مشاهدة التلفزيون، على أطعمة أشربة، ثم يعني يصلون الفجر أو لا يصلون وينامون، وعند ذلك يستيقظ الظهر ويقول لك الدنيا رمضان، لا يوجد شيء نفعله. هذا في الواقع هو عكس مقاصد رمضان. معروف الرصافي له أبيات يقول فيها: وأغبى العالمين فتى أكول لفطنته ببطنته انهزامه،
ولو أني استطعت صيام دهري لصمت فكان ديدني الصيام. ولكن لا أصوم صيام قوم تكاثر في فطورهم الطعام، فإن وضح النهار طووا جياعا وقد هموا إذا اختلط الظلام، وقالوا يا نهار لئن تجعنا فإن الليل منك لنا انتقام. ينتقمون من النهار بتخمة الليل، وناموا متخمين على امتلاء وقد يتجشؤون وهم نيام. فقل للصائمين أداء فرض ألا ما هكذا فرض الصيام. يعني أن تجلس على مائدة الإفطار ثم تأكل من كل ما لذ وطاب حتى يقال احملوا أخاكم فقد شبع، ليس هذا الصيام الذي أمر الله عز وجل به، وليس هذا هو الصيام الذي تبنى به الحياة. إنها دعوة لنعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ندرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يبعث الإرادة في نفوس الناس، ويحقق خلال هذا الشهر الكريم ما تحققه الدورات التدريبية التأهيلية التي يعاد فيها تأهيل الموظفين والعسكريين والعمال. شهر رمضان هو شهر أيام الله، شهر العمل والعطاء والإقبال. اللهم تقبل منا صيام رمضان. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.